كل عام وانتم بخير. طبعا انا على الاراضي الامريكيه وفي المقابل كندا. شوفوا المنظر في كندا يعني شيء رائع جدا. انا خليت الموبايل بالعرض حتى تقدر تشوفوا المنظر بالكامل. كندا فعلا بتحتفل براس السنه بمنظر جميل جدا. شوارع كثير رائعه يعني المنظر مش محتاج الوصف. كل عام وانتم بخير وايامكم خير وبركه وان شاء الله سنه خير وسعاده وهنا على الجميع باذن الله. اعتقد في شرطي وراها.